بالنسبة لبرامج المقالب، حضرتك شاركت في حاجة السنة دي؟ ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها، وانا ما بحبش البرامج دي خالص، ودي مش داخله في حساباتي. طبعا يعني اعتقد انه هم عارفين عليك. لا حدش يتجرأ، محدش يقدر يتجرأ يبعت في حاجه فيها مقلب وكده، لان انا ارفض الحاجات دي لاني بشوف، يعني مش عايز اقول جمله ولا مخففه، يعني بشوف الفنان كده بيبقى شكله مش حلو، اللي بيتعمل فيه المقلب، اللي بيعمل المقلب، اللي بيتعمل فيه المقلب. وبعدين انت ممكن جدا تعمل مقلب وحد ممكن يموت منك، هتكسب ايه ساعتها؟ يعني مش حاجه تضحك، يعني بصراحه ما بحبش النوع ده. يمكن انا اكون مقفل في الحته دي، سامحوني معلش، انما موضوع الكاميرا الخفيه والمقالب دي يعني مش ظريفه. لا ما بحبش الحاجات دي برضه، علشان اقول اللي عليا للاخر. انا كلمت رامز شخصيا في الموضوع ده، قلت له من قبل ما اعرف استاذ مفيد قال له حاجه ولا اشرح له، يعني كنت بقول له دايما يا رامز يعني ايه، ما تنساش انك ممثل، لانه هتبدا الحته دي تسحب منك وانت مش واخد بالك. يعني انت هتبقى فرحان قوي بالموضوع ده، وهو لذيذ وكل حاجه، وهو شاطر وليه معجبين وليه فانز كتير جدا، بس الابداع في الفن مش في المقالب، الابداع في الشخصيات، في الكاركتر، في الدراما نفسها اللي بقدمها، في ان انا اثبت وجودي بمشهد تقيل فابقى انا راجل يعني العب كده واعمل بقى شغلي الاساسي. انما هو تحول موضوع ان رامز بقى ده شغله الاساسي، هو ما بتشوفوش غير في كده، وانا بستخسره كطاقه فنيه، لان هو يعني ممثل، هو ممثل يعني ممكن يعمل كوميدي ويعمل اكشن ويعمل اكشن كوميدي، يعني كان ممكن يطلع الطاقه دي في اكشن كوميدي كان هيبقى لذيذ جدا. بس هو كل واحد بقى وتفكيره، يعني كل واحد يعني تقديره.